أنا مصطفى هيكمت آيدن جولر، محاضر في قسم هندسة البرمجيات في جامعة إسطنبول آيفن سراي. يقوم قسمنا بإعطاء الدروس حول أنظمة البرمجة وتقنيات إنتاج وتطوير البرمجيات وأنظمة إدارة البرامج عبر استخدام البرمجة كهدف بشكل عام. لدينا مختبر برمجة حيث يتم تنفيذ تطبيقات البرمجية، ومختبر آخر حيث يتم تنفيذ دروس حول إنتاج النظام. لكي يتخرج طلابنا يجب أن يكونوا قد أكملوا بنجاح 4 سنوات، أي 8 فصول دراسية أكاديمية وتدريب عملي. ما يتعين على الطلاب القيام به حيال التدريب العملي هو التقدم لشركات البرمجيات والشركات العاملة على تطوير البرمجيات والأجهزة كمتدربين وإكمال 30 يوم عمل في هذا المجال. لكي يتخرج طلابنا من الممكن أن ينتجوا عملا فريد وذي طبيعة تجارية في مجال البرمجيات، حيث يتخرجون من خلال تقديم المشروع الذي سيؤدونه في هذا المجال. لدى الطلاب الذين يدرسون في قسمنا الكثير من الفرص للذهاب عبر برنامج إيراسموس والعمل في الخارج. نظرا لأن هندسة البرمجيات مهنة عالمية حقا في عصرنا، يمكن للخريجين العثور على وظائف في مجال البرمجيات في كل جزء من العالم تقريبا. يمكن لطلابنا العثور على وظائف في العديد من المجالات في كل من القطاعين العام والخاص بعد التخرج. يمكن العمل في القطاع العام من خلال تطوير أنظمة الأتمتة والبرمجيات عبر العمل في الصناعات الدفاعية أو داخل بعض الوزارات. لدى الطلاب أيضا فرصة للعمل في القطاع التجاري، أي قطاع العمل الحقيقي. بهذا المعنى، لكون أن مجالات مثل تطوير البرمجيات في الشركات الخاصة وإنتاج أنظمة البرمجيات وإدارة المشاريع بشكل معقد هي من المجالات المهمة لمهندس الحاسوب. قد يواجه طلابنا صعوبات في بعض الدروس الأساسية للهندسة بشكل عام، لأنه عندما يختار الطلاب هذا القسم فإنهم لا يدخلون مباشرة إلى مجال البرمجة، حيث يطلب منهم هنا أخذ دروس في أساسيات الهندسة مثل الرياضيات الأساسية والرياضيات المتقدمة والفيزياء. ومع ذلك يمكن للطلاب العثور على فرصة للحصول على المساعدة والتوجيه من خلال اللجوء إلى المحاضرين وجها لوجه في النقاط التي يواجهون فيها مشاكل عن طريق الذهاب إلى مكاتب الأساتذة في ساعات عملهم. نصيحتي الأولى للطلاب الذين سيختارون هذا القسم هو قضاء وقت ممتع مع الحاسوب. يمكن القول بأن عدم الشعور بالملل أثناء إنتاج المشاريع وقضاء وقت طويل على الحاسوب هو أحد أهم متطلبات هذا القسم. كما أنه من الحقيقي أن الطلاب الذين يرغبون في تحسين أنفسهم خلال حياتهم المهنية في القسم يحتاجون إلى تعلم اللغة الإنجليزية وربما لغة أجنبية أخرى. نظرا لأن جامعة إسطنبول آيفن سراي تقع في المدينة ويقع حرمها الجامعي في وسط المدينة، فهي تقدم لطلابها حرما جامعيا قريبا جدا من كل الأماكن التاريخية وشبه الجزيرة التاريخية وجميع المناطق السياحية في المدينة. يمكن القول بأن مزايا هذا الحرم هي سهولة الوصول إلى العديد من النقاط وفرصة عيش الملمس التاريخي للمدينة بالكامل. يمكن القول أيضا أنه من الأفضل تحسين نفسك من خلال لحضور الندوات والمؤتمرات وبعض ورش العمل التي يتم تنظيمها سنويا في جامعتنا والجامعات الأخرى. نحن في انتظار المرشحين الذين يرغبون في اختيار قسم هندسة البرمجيات في جامعة إسطنبول آيفن سراي.